يعطيكم العافية. نحن اليوم قمنا بوقفة احتجاجية ضد إقامات السنة عشان اللجوء. نحن نتمنى أن صوتنا يوصل للبرلمان وللقيادات العليا هنا. يعني ما بدنا غير أنه يلتم شملنا مع الأسر مثل الدول المجاورة ألمانيا. يعني إقامة السنة بتلم شمل. معلش صار لي 5 سنين أنا متغربة عن أولادي. أولادي جسيوا شكلي. يعني إذا ما كنت أنا واقفة جنبهم أولادي بخطر. شو الفائدة أني عايشة أنا هون بأوروبا وماني يعني لم الشمل كلياته؟ ليش ما يوافقوا على السنة؟ يعني نحن نتمنى أن صوتنا يوصل ويوافقوا على إقامة السنة بلم الشمل. معلش أنا عندي طفلتي صغيرة، شو ذنبها تعيش بلا أب بلا أخوة؟ يعني عاشت هون أكثر ما تعيش بسوريا، ما بتعرف شيء بسوريا هي. شو ذنبها تكون بعيدة عن أهلها عن أبوها عن أخواتها؟ ونتمنى صوتنا يوصل ويكون يعني جاوبوا ونستفيد من هالوقفة هاي. وأنا أم يعني تبلغ سماك، تبلغ سماك موطني.